الوالدة ديالي ولدتني عطاتني لهاد السيدة في الكار. هاد السيدة كانت غادا من أكادير غادا لكازا عند والديها مخاصمة مع هاد السيدي مربيني معاها. قالوا لها شي هي لا تبين غادا على لا بهاد الطبيبية، قالت لهم غادا عند الوالدة نعطيها ليها نقزو دوك العيالات. قالوا لها هاد السيدة راه ما عندهاش وليدات. قالت لهم الا بغاتها ها هي عطاتها ليها. هاد السيدة اللي مربياني عندها شي طوان ديال بولحية ديال بكري، حيداتهم وداتهم لها. قالت لا انا ما ناخدش باش انا ما نبيعش هادشي اللي غنعطيك، هي تهلاي فيها. صافي السيدة داتني معاها الكازا عند امها، قالت لها ما خرج عليا هادشي راه ما كاملش راه غادي يموت. هزاتني داتني رجعتني لغادير، شدوني تما الجيران ديالها تعاونوا معاها شويه تاني داتني للعروبيه. جات الوالده ديالي الحقيقيه للتشيره فين كاين ساكنه السيده هادي، ما تلاقاتهاش بيتوها الجيران. من ما تلاقاتهاش هزات لهذوك الجيران هزات لهم شي حاجه من الدار، من تماك ما بقيناش شناها. من سول هي ما قالتليش الحقيقه، كانت عندها اختها في الدار تخاصموا. نادت اختها قالتها ليها، قالتها ليا، قالت لي راه ودي انت راه ماشي بنتها، راه غير مربياك. هاش كاين اش كاين؟ من سولتها قالت لي هي انا راه غير مربياك، هاش كاين اش كاين؟ قلت لها ودي عطيني الوريقات ديال باش ولداتني السيده الوالده ديالي الحقيقيه. قالت لك ودي راه خبت وحرقتهم. قالت لك انت راه تتشبهي الوالده ديالك. انا دابا بغيت هي الوالده ديالي ما لا باقا في الحياه، راه بغيت نشوفها بسبيل الله. ماتت الله يرحمها، الا كانوا عندي خوتي ولا مامي ولا خوالاتي يشوفوا بيا الله يرحم الوالدين. ما بغيت منهم والو، بغيت غير نشوفو النار فين الاصل ديالي منين. ولا كان العيب ديالي باقي في الحياة حتى هو تسمع الحقيقة يشوف فيا. ما بغيت منه والو، بغيت غير نشوفهم، بغيت النار فين الحقيقة فين كاين. الله يخليكم الله يرحم الوالدين. ما عرفتش الظروف ديالهم، والله ما بقيت عارف الظروف ديال الام ديالي الحقيقيه، والله ما بقيت عارف بصح. انا مسامحه ليها، انا كان غلطت دار ليها شي واحد شي حاجه، انا مسامحه ليها. كانت مع شي فرقه ديال الشيخات، انا مسامحه ليها. كيما كانت النوع ديالها انا مسامحه ليها. بغيت غير نشوفها، وانا كان عندي خوتي يشوفوا فيا الله يرحم الوالدين. انا مزوقه امي الحقيقيه الله يخليك. ما تخليش هي لا باقا في الحياة الوالدة، أنا راه كبرت بغيت غير نشوفك لله، ما بغيت منها والو، بغيت غير نعرف الحقيقة ديالي، الأصل ديالي منين، منين أنا، واش من هنايا، واش مجوجة أنتي، كنت مجوجة شي إماراتي ولا مجوجة شي جزائري ولا شي دولة، المهم كيما كان مغربي كيما كان الجنسية ديالو ولا شي حاجة. أنا مسامحاكم لا أنتي ولا هو. الا كانت امك باقا في الحياه جده انا بغيتها، بغيت نشوف العائله ديالك والعائله ديالو، بغيتكم غير نشوفكم لله. ما بغيت والو، بغيت غير نعرف الاصل ديالي منين، الجزر ديالي منين. حيت بزاف ديال الناس يعيروني تيقول لك ما عرفناش الاصل ديالك منين. انا بغيت نعرف الاصل ديالي، واش انا ديكاريه ولا من كازا ولا من اكادير ولا من الصحراء ولا من اي بلاد. كيما كانت نوع ديال الوالدين ديالي الحقيقيين بغيتهم، بغيت غير نشوف الدم ديالي منين. رانا تزوجت امي، راه عندي جوج ولاد، عافاك ما بغيتش ولادي ياخذوا خوتي ولا ياخذوا شي واحد. راه عندي البنت عندها 18 عام، الولد عنده 20 عام في الكليه هذا العام، راه بزاف. راه من الناس راه تنحس بشي تخنيق، تنتخنق تنطج حاجة ما تنقدش. كون غير انت اخويا في بلاصتي تبغيه بحال هكا، يبقاو الناس يعيروك بالاصل ديالك. Thank you.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.